أحمد أرسلت لي المدينة النبوية، أرسلت لي سؤال تقول فيه: منذ سنوات قمنا بأداء عمرة في اليوم 26 من رمضان، وكان الزحام شديدا حيث لم نجد فندق للمبيت فيه، فرجعنا فورا إلى المدينة، ونسيت أن أقص من شعري، ولم أتذكر إلا بعد مرور شهرين أو أكثر. ماذا يلزمني؟ أولا، العمرة في وقت الزحام في يوم 27 من رمضان أو ليلة 27 من رمضان وقت الزحام، هذا لا داعي له ولا دليل عليه. تخصيص ليلة 27 أو تخصيص العشر الأواخر من رمضان وقت الزحام هذا غير مشروع، لأنه فيه خطر وفيه زحمة شديدة، ولا يتمكن الإنسان من أداء المناسك على المطلوب، بل لا يتمكن من الصلاة على الوجه المطلوب بسبب شدة الزحام. والله لم يشرع لنا هذا. العمرة في رمضان فيها فضل وفيها خير، لكن يأتي في الوقت الذي ليس فيه زحام، في أول الشهر مثلا، ولا يتأخر إلى أن يشتد الزحام ثم يأتي للعمرة. رمضان كله وقت فاضل وكله وقت للعمرة، فيأتي في الأوقات التي ليس فيها زحمة حتى يتمكن من أداء العمرة على الوجه المطلوب، وحتى يتمكن من عبادة الله في المسجد الحرام على الوجه المطلوب، وليس فيه زحام وليس فيه خطر. أما ما سأل عنه السائل من أو السائلة من أنها نسيت التقصير من عمرة، فإذا ذكرت في أي وقت ذكرت وفي أي مكان فإنها تقصر من رأسها، لأن التقصير ليس له مكان معين، يجوز في كل مكان، فعليها أن تقصر من رأسها بنية التقصير للعمرة ولو بعد زمن، ويجيرها ذلك إن شاء الله.